ومن المبادرات الشبابية اللي عم نشوفها دائما هي رديف لكثير من القطاعات وعم بتسهل على الناس وعم بتساعدهم. اليوم رح نحكي عن مبادرة أطلقها عدد من الأطباء الاختصاصيين بعلاج الأسنان تحديدا، هدفت إلى تقديم التوعية السنية وأيضا المعالجة تحت شعار ضحكتك سلام. صحيح سلمى، ورح نتعرف على هي المبادرة أكيد من خلال ضيوفنا لليوم الدكتور طارق الصمودي، اختصاصي جراحة اللثة ومتطوع أيضا في مشروع أسنان اللولو، والدكتورة مروة بيضاء اختصاصية تعويضات ثابتة ومتطوعة أيضا في مشروع أسنان اللولو. يسعد صباحكم. صباح النور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يعني مبادرة سلام من المبادرات المجتمعية اللي دخلت ضمن مجال العمل التطوعي بكتير من المجالات، وهلأ عم نشوف أسنان اللولو اللي هي أحد هاي المبادرات. خلينا نتعرف على ضحكتك سلام، بلش معك دكتور طارق. بلشت فكرتنا نحن بنتيجة بحث كان نتيجته أنه 85% من المهجرين داخل سوريا عندهم التهاب لثة ومشاكل صحية فموية كبيرة. فاجتمعنا بـ 2019 حوالي 20 طبيب اختصاصي من مختلف اختصاصات السنية، وبلشنا بفكرة مشروع أسنان اللولو ضمن منظمة سلام، واشتغلنا مع المهجرين، قدمنا لهم المعالجات السنية مجانا. بعد شفنا النتيجة فقررنا أنه نكمل بالمبادرات ونشوف نستهدف ناس تانيين. دكتورة مروة، يعني اختصاصكم كان الهدف منه، هلأ رح نتعرف عليه سوا، شو الهدف يلي جمعكم أنتو كاختصاصيين لحتى تكونوا سوا ضمن هذا المشروع؟ هلأ الهدف الأساسي أكيد نقدم المساعدة للفئات محددة من المجتمع هي عن جد بحاجة المساعدة، ونضوي عليها أكثر لحتى الكل يساعدوا. شو تضمن هاي المساعدات؟ مساعدات علاجات سنية مجانية وتوعية كمان عشان صحة الفم. طيب. يعني تعويضات سنية، إصلاح، بتشمل كل شيء، تبييض، كل شيء إصلاح وكل شيء معالجات، في مراجعات ترميمية، في زرع، في ابتسامة هوليود، في كل شيء. زرع لا كان موجود، لا أكيد، بس كل شيء معالجات تيجان لأسنان متهدمة ممكن يصلنا لمرحلة. يمكن هذا من الاختصاصات الكتير مهمة واللي الناس بهذا الوقت بتلاقي صعوبة أصلاً لأنه التكلفة ارتفعت والمواد تكلفتها ارتفعت. خلينا نحكي عن هذا الشيء. عملنا أكثر من مبادرة مع جمعيات خيرية، فنحن نتوجه لهم، بيعرفوا هن الناس اللي عن جد وضعهم صعب، ما عم يحسنوا يعالجوا أسنانهم كثير، عم يسكتوا على وجعهم مقابل شيء ثاني. صحيح. فالحمد لله يعني قدرنا نساعدهم بهذا الشيء. خلينا نحكي دكتورة عن الشرائح المستهدفة لتتلقى هاي المساعدات، ومين كان يعني الأولى بتلقي هاي المساعدات، وكيف عم يتم استقطاب هدول الناس؟ سهل الوصول لهم أو أنتم سهلين طريق الوصول لكم؟ هلا اول شيء نحن الحمد لله قدرنا ننوع كثير من الشرائح، يعني حاولنا بكل مبادره نعمل فئه جديده. فاول مبادره كانت المهجرين، بعدين انتقلنا للايتام، بعدين فاقدي المعيل، ذوي الدخل المحدود، الصم والبكم، المكفوفين، حتى اتفقنا مع جمعيات كمان، كانت جمعيه دفا مثلا، جمعيه الاقصاب الخيريه، كذا جمعيه كنا نتشهدها كمان، كلهم هدول الايتام. حلو انه في شريحه كبيره عم تحاولوا توصلوا لها. بدنا كنا ننوع نقدر. هذا كتير مهم وضروري. نحن عم نشوفه حضرتك عم تشرحي بعض اللقطات من فيديوهات لعملكم ومبادرة أسنان لولو. كمان بدي أسألك دكتور، اليوم الجانب التشاركي قديه مهم، لأنه بنعرف أنه أحياناً ممكن الفكرة ما تطلع واضحة إلا إذا كان في أكثر من جهة عم بيشبكوا مع بعض وعم يشتغلوا مع بعض، فخلينا نحكي عن التشاركية. أكيد، يعني في كتير مراكز مشكورين قدمونا المكان، مراكزهم، أدواتهم، عشان نقدر نشتغل فيهم، نسهل وصول المرضى بقلب البلد. وفي كمان المستودعات عم تمن المواد أوقات بأسعار تنزلنا فيها شوي، المخابر حتى نقدر نعمل تعويضات للأسنان كمان عم يساعدونا بهذا الشيء. دكتورة مروة، كان في استمرارية للمبادرات يلي أطلقتوها وضحكتك سلام، خلينا نحكي عن هاي المبادرة وشو أكتر شيء كان تتضمن منها، فوائد خلينا نقول أو محفزات أو تكون أشياء ذات قيمة. يعني أنت ذكرتي حضرتك أنه ممكن موجودة ضحكتك سلام، يعني موجودة ابتسامة هوليود، فينير، إيماكس، هدول الأشياء.
هلا اول شيء كانت هاي المبادره اخر مبادره احنا عملناها مع مؤسسه الجواد جمعيه الاعمال الخيريه. كان ضمننا نحن الفئه الموجوده ضمن هاي الجمعيه كانوا عددهم 100 شخص. عملنا لهم معالجات الاساسيه، ما كان في ابصامه ريود، ما كان في زرع، كان في معالجات لبيه، كان في معالجات قلع مثلا، يعني معالجات كانت اساسيه اكثر. الفئه كانت من نوع واحد ولا في كذا فئه موجودين ضمن ال 100 شخص اللي ذكرتيهم؟ هلا احنا ضمن الجمعيه كنا نحن ناخذ الاشخاص من ضمنه، وكنا نعمل قبل ما نبلش بالمبادره نعمل جلسات لتشخيصهم، فكنا نشوف نشوف كل المرضى ونعالجهم قبل، يعني نشخصهم قبل. يمكن كمان عم نشوف لقطات التعامل مع الأطفال وبسن صغيرة وببيئات مختلفة، هو ما هو تعامل أبداً سهل، وخصوصاً مثل ما قال الدكتور في كتير ناس عانت من الحرب، فكان صعب الوصول إلى، عندها مشاكل كتير. إذا بنذكر أبرز المشاكل اللي كانت موجودة وكيف تم علاجها، وهل بتم الاستمرارية بالعلاج لفترة متابعة هاي الحالات؟ هلا المعظم من تابعنا اذا كان في داعي بنحط لهم بحاجه لجلسه اخرى، فبنرجع بنتابعهم اكثر. كان في عدد نخور كثير كبير عند الاطفال باعمار صغيره نتيجه عدم التوعيه، فنحن كثير ركزنا على موضوع التوعيه واهميه العنايه بالصحه الفمويه مشان نقدر نحفزهم لدائما لمدى العمر. صحيح. دكتور طارق، خلينا نعرف شو الخطوات الجديده يلي هلا عم تتضمنها مبادره اسنان اللولو، شو الخطوات الجديده يلي هلا عم تبلشوا فيها؟ احنا عم نحاول نوصل لاماكن ثانيه بجوز بعيده، ما عم يحسنوا يوصلوا لعنا. في ناس كانوا عم يعانوا بالمواصلات من اطراف الشام، ما عم يحسنوا يوصلوا لقلب الشام، فعم نحاول ناخذ مراكز تكون قريبه منهم لنقدر نوصل لهم وننوع اكثر ما فينا بال مثل وين مثلا كانوا ابعد شيء؟ في شيء عم يجي من الغوطه كان. طيب دكتوره، خلينا نحكي كمان اليوم عن اساس الفريق وتكوين الفريق. نحن قلنا مجموعه من الاطباء باختصاصات متعدده ضمن الاختصاصات السنيه وعلاج الاسنان. يمكن هل في شيء الفكره انه المبادره مثلا تكون بالمحافظات السوريه ام هلا فقط ضمن دمشق وريف دمشق التواجد؟ ان شاء الله بالعكس نطمح اكثر انه نكون نتوسع اكثر ونمتد اكثر. حاليا فقط انتم دمشق وريفه؟ دمشق وريفه. تمام، دمشق وريفه. طيب دكتور، كمان عدد الاطباء المشاركين؟ تقريبا 20، بينضاف لهم في فريق تنسيق وفي فريق اعلامي. الفريق الاعلامي مشان شو؟ كيف عم يتم لانه توصيل كل حاله عم يتصور قبل وبعد، عم يتم نشر الحالات كمان مشان يكون كلهم موثقين. الحالات كلها اللي بتجي لعندكم بضل في متابعه حتى لو احتاج الامر؟ ممكن متابعه لسنوات. خلينا نقول في مشاكل تقويم ممكن عند الاطفال او مشاكل بدها وقت طويل للمعالجه، بضل الشخص عم يتابع عندكم؟ ممكن في اوقات الناس بتصلوا معنا بيحكوا معنا بنقول لهم يعني المبادره الجايه فيك تضل تحكي معنا، اوقات لبعد سنه بضلوا عم يحكوا معنا. مبادره اشتغلنا مع فئه الصم، اشتغلنا لهم اول سنه، بعد سنه رد جبناهم تقريبا نفس الفئة اشتغلنا معهم. يعني مثل ما حكينا أنه أنتوا أخذتوا شرائح مختلفة من ذوي الدخل المحدود وأيضا من الأطفال اللي عندهم مشاكل وغيرها، وعم تحاولوا قدر المستطاع أنه تظلوا مستمرين بتقديم هذا العمل التطوعي والخيري أيضا. خلينا نقول لأيمتى ممكن تضل المبادرة، وهل هي محددة بوقت أم لا أنه إحنا بلشنا ورح نكمل فيها الأسنان دول؟ لا ان شاء الله حنكملها، لان احنا كل مباادره كانت عباره عن 5 جمعه متتاليه، وكل فتره وفتره بنرجع بنعمل مبادره بنلاقي فيها محدده جيده فبنرجع ان شاء الله. لا مكملين ان شاء الله. يوميا انتوا على تواصل بالشغل يوميا ولا في ايام محدده بتشتغلوا فيها؟ يوم الجمعه حصرا، يوم الجمعه يوم عطله المركز وعطلتنا كمان نحن عشان نعطل المركز، يعني ناخذ منه مركز وما نعطله، فهو بيعطينا ايام مجانا. هو مشكور بيكون في زحمه كثير، يعني هيك يوم واحد العالم شو بدها تلحق؟ تماما، مشان هيك العدد كبير الاطباء. طب ما بضل في عالم بتتضرر من هذا الشيء؟ يعني ممكن تتاجل للاسبوع اللي جاي اللي بعده، ممكن تكون عالم مضطره. كيف عم يتم تنسيق الدور او الاكثر اهميه خلينا نقول انه هو يدخل يتعالج؟ نحن قبل كل مبادره عم يكون في جلستين تشخيصيات، ان كان مثلا تعاوننا مع جمعيه او مع مركز ايواء، بنروح لعندهم نفحص المرضى كلياتهم، كل مريض له بطاقه مسجل له شو بده، فهذا بنعرف انه مثلا هذا بده جلسه بحاجه جلستين، ومرتبهم مثلا هذا بالجمعه الاولى بالجمعه الثانيه بالجمعه الثالثه. خلال الشغل مثلا اشتغلنا له هذا باول جمعه،
بنكتب انه هذا بده جلسه ثانيه، فنحن منظمين الوقت من ما تبلش المبادره، بنعرف كل مريض شو عنده وكيف بده يكون توزيع المرضى. حلو كثير. يعني بالختام نشكركم، نتمنى لكم التوفيق بالمبادره، واكيد نتمنى الكل يستفيد من هاي المبادرات المجتمعيه. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم ويعطيكم الف عافيه. الله يعافيك.